ادي قدامنا على الشاشه لعبوا 20 مره، السنغال فازت 4 وتونس 9، يا مسهل يا رب. تعادل 7، اهداف 22-12. ماشي، نروح بقى لتاريخ مواجهات الجزائر ونيجيريا. لعبوا بعض 19 مره، الجزائر فازت في 7، نيجيريا في 9، ان شاء الله يبقى ايه 8 ان شاء الله باذن الله، وتعادلوا في 3. تمام.